ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هنا بقى شباب، الفيديو ده ان شاء الله هنتكلم عن الزومبي وهنتكلم عن الكاموز اللي موجوده فيه نيبولا، والكاموز دي هتتفتح ازاي، وحوار الاوجمنتس والحاجات اللي اتضافت في اللعبه دي. كمل معايا الفيديو ده عشان تعرف كل جديد. طب يا شباب، قبل ما نبدا فيديو النهارده، السبونسر فيديو النهارده ان شاء الله هو لاجو فاست. لاجو فاست يا شباب ده في بي ان، تقدر ان انت تخش على اقرب سيرفر موجود ليك علشان خاطر تستفيد باقصى واحسن كونكشن انت تقدر تلعب عليه. لاجو فاست يا شباب هو سوفت وير متوفر لالعاب كتيره جدا، وطبعا احنا دلوقتي على بلاك اوب 6، هي دي اللعبه الجديده اللي موجوده حاليا. حضرتك تقدر انك بتفتح الايقونه بتاعت بلاك اوب 6 وبتشوف اقرب حاجه ليك وبتعمل سمارت بوست، واللعبه او من مجرد ما بتشتغل كده خلاص بيعمل بوستنج، بتبتدي حضرتك ان انت ايه بتخش على اقرب سيرفر ليك. وفي حاجه كمان هنا اسمها اف بي اس بوست، دي لما بتشغلها بيقلل من الانبوت لاج في الكيبورد والماوس والقطع اللي عندك في الجهاز. تمام يا شباب، دي الاسعار بتاعت لاجو فاست، حضرتك تقدر تستفيد منها، ودي موجوده شغاله على الكونسول وشغاله على البي سي. الكونسول فيه قطعه لازم تشتريها عشان خاطر تقدر تستفيد من الموضوع ده. كود الخصم بتاعي ان شاء الله سي اكس سي 30، هتاخد 30% خصم. تعمل ريديم هتاخد 30% خصم. يلا بينا نرجع الفيديو. نيجي بعد كده الشباب لأمو مود. هنبدأ أول حاجة معانا البرين روت. البرين روت دي نوع طلقات لما بتيجي تضرب على اللي قدامك بتخليه يتحول يبقى معاك في صفك لمدة معينة من الوقت، وبعد كده بيموت. البركات الزرقاء اللي معانا إيه هي؟ عندك أول حاجة بيقول لك إن دي في إمكانية بولش، دي بيقول لك في إمكانية إن الإنمي اللي أنت حولته تمام يحول زومبي تانيين. الفيرمون دي في امكانيه ان هو يحول سبيشال انيميز اللي هم مثلا المانجلر، الحاجات دي اللي هم السبيشال زومبي، بس دي بتبقى الوقت قصير. البيج جيم وهي دي اللي هنستخدمها ان شاء الله، دي بتحول الاليت. الاليت بقى اللي هم ايه، اي بقى زومبي كبير، اي زومبي سبيشال بيتحول، انت مجرد ما تضربه الطلقات تشتغل عليه هو يبقى معاك في صفك. البركات الصفرا ان شاء الله معانا اكستنشن ومعانا هيست ومعانا اكسبلوسيف. الاكستنشن بيقول لك ان المده بتاعه البرين روت دي بتزيد شويه. الهيست دي بيقول لك ان الكول داون بيقل، اللي هو المده اللي بتقدر تستخدم فيها الطلقات تاني بيبقى فيه كول داون، مثلا دقيقه 50 ثانيه على حسب كل نوع بيقل. الاكسبلوسيف بقى بيقول لك ايه، بيقول لك الاكسبلوسيف دي يا شباب بيقول لك ايه، ان انت لما الانمي اللي انت متاثر بيخلص المده بتاعته بينفجر، الانفجار ده هيعمل توكسيك دامج، فهيأثر برضو على الزومبي اللي موجود، هياخد دامج منه، فدي برضو حلوة. يبقى احنا اللي ممكن نستخدمه ايه ان شاء الله؟ هنستخدم بيج جيم وهنستخدم اكسبلوسيف. كايرو فريز يا شباب، الكايرو فريز ده نوع من الطلقات اللي هو بيعمل تجميد، بيتجمد بيه اللي قدامك. برضو عندنا بركات زرقاء وبركات صفراء. هنا عندك بيج جيم وعندك ايس كلاود وعندك فروزن ستيف. البيج جيم بيقول لك ايه دي؟ دي بيقول لك ان الاليت انيميز اللي هم زي ما اتفقنا مع بعض اللي هم المانجلرز او الحاجات دي هيبقوا ابطا، تمام، حركتهم ابطا. الايس كلاود دي يا شباب تعمل ايه؟ بيقول لك اي حد انت اي زومبي هتموته وهو متاثر بالايس كلاود دي هيسيب في امكانيه انه هيسيب زي سحابه كده وراها تبطا باقي الزومبي. والفروزن ستيف بيقول لك ان الزومبي اللي هيتاثر او اللي انت هتضرب عليه عموما بنوع الطلقات دي هيتجمد مكانه. دي معنى كلمه ستيف، ان هو زي متخشب يعني واقف مكانه. نيجي بقى للبركات الصفراء يا شباب، عندك اكستنشن، عندك فريزر بيرن، وعندك ليكويد نيتروجين. اكستنشن بيقول لك ان المده بتاعت التجميد دي او كده او ان هو يبقى بطيء بتزيد. الفريزر بيرن بيقول لك ان الدامج بتاع بتاع الطلقات دي بيزيد شويه. والليكويد نيتروجين بيقول لك ان بيزود من الوقت ان هو تقدر تفضل تستخدمها كتير، زي كل دور كده كانت هي اسرع نوع طلقات بتقدر تستخدمه على طول، كل داون بتاعه كان قصير جدا فدي بتسرعها. فاحنا لو هنستخدم حاجه هنا بقى ايه النوع الطلقات ده شباب الصراحه جميل، بس انا عن نفسي شايف ان الايس كلاود ممتازه، لان هي هتقدر ان هي تبطئ لناس. الستيف دي ما هو مش كله هيبطا، انما دي اللي هيموت هيقوم سايب لي ايه كلاود وراي يبطئ للباقي. الليكويد نيتروجين دي انا عن نفسي لو هستخدم نوع طلقات هستخدم قلنا زي ما قلنا الايس كلاود والليكويد نيتروجين. نيجي بعد كده شباب للديد واير، ده نوع طلقات بيعمل زي كهرباء كده بتمسك في كذا واحد كذا زومبي.
البركات اللي موجودة إن شاء الله بركات الزرقاء، عندك تشين لايتنينج، وعندك بيج جيم. كلمة بيج جيم مرتبطة دايما بالإيه؟ بالإليت أنميز، خلينا بقى متفقين يعني. واللايتنينج سترايك، التشين لايتنينج بيقولك إن الأنمي اللي بيبقى مستند اللي بيتكهرب دلوقتي ممكن ينقل الكهرباء دي لباقي الزومبي اللي حواليه. البيج جيم خلاص احنا اتفقنا دي ممكن انها تأثر على الزومبي اللي هم الإليت. اللايتنينج سترايك دي بيقولك ان في زي صاعقة كده بتيجي من فوق هتعمل ستان الكل الواقفين في المنطقة دي. فطبعا البرك الزرقاء اللي هنستخدمها ان شاء الله هتبقى اللايتنينج سترايك. البركات الصفراء اللي عندنا هنا بيقولك هاي فولتج وهيست واكستنشن. هاي فولتج دي بيقولك ايه؟ ان هي هتعمل دامج اكتر، تمام، الدامج بتاعها يبقى اعلى. الهيست بيقولك ان الكول داون بتاعها بيقل، ان كده تقدر انك تستخدمها كذا مره ورا بعض. الاكستنشن بيقول لك ان ايه الستان والالكتريك فيلد لاست لونجر، يعني الالكتريك فيلد اللي قلنا عليها اللايتنينج سترايك دي والستان نفسه اللي هو الايفكت الطبيعي. فاحنا كده لو هنستخدم ان شاء الله حاجه من دول هنستخدم اللايتنينج سترايك وهنستخدم الاكستنشن، تمام. نيجي بعد كده شباب للنيبال بيرست. عندك يا باشا النيبال بيرست دي نوع طلقات بتبقى زي نار كده، بتعمل نار، دي افكت حارق يعني نار بتحرق اللي قدامك. ونوع طلقات كويس جدا، هو حاليا من احسن الحاجات اللي ممكن تستخدمها. نخش على بركات الزرع وبركات الصفرة بتاعته. زي ما قلنا اي بيج جيم يبقى له علاقه بايه؟ بالاليت، خلاص مش محتاجين نتكلم فيها كتير. السيرمايت بيقول لك بيزود الايه البيرن افكت اللي هو الافكت بتاع النار بيبقى ازيد شويه الدامج بتاعه. الفاير بام يا شباب قال لك ان ده زومبي هيموت بينفجر وهو بيموت وهينشر نار، هيبقى في نار موجوده تحرق اي زومبي تاني حواليه. بركات الصفرة يا شباب هنخش على عندك اكستنشن وعندك انسيندياري وعندك كونتاكت بيرن. ان الاكستنشن خلاص فهمنا اي اكستنشن معناه انه بيزود الايه المده اللي بيفضل شغال فيها الايه النار دي. الانسيندياري دي بيقول لك ايه؟ كل دامج بيحصل فيه فرصه صغيره انه هيتنقل ليه الانمي اللي جنبه، تمام. الكونتاكت بيرن بقى دي بيقول لك ان الضرب اللي في البدايه اللي هو البدايه الانيشال ده اللي هو اول دامج بياخده ممكن هياثر في ايه؟ انه هيعمل دامج ازيد من اللي المفروض يبقى موجود. يبقى احنا كده ان شاء الله لو هنستخدم حاجه من دول هنستخدم الفاير بوم وهنستخدم الكونتاكت بيرن. الشادو ريفت دي حاجه لسه جديده خالص يا شباب، دي متضافه مع اللعبه دي. قال لك ان دي بتبقى عامله زي ايه؟ شفتوا الكازمير اللي كانت قنبله كده بتترمي بتشفط الزومبي؟ هي بتعمل حاجه زي كده. البركات الزرقاء بتاعتها البيج جيم خلاص عرفنا معناها ايه، التوبل دينجر، وقال لك اكسبلوسيف رين دي بيقول لك بتبقى انمي واحد بتبقى ملفوفه زي حواليه كده بتعمل دامج عليه والناس اللي حواليه بتخليهم الزومبي العادي بتخليه نوكد بيبقى زي كانه قاعد على الارض كده، والسبيشال زومبي بيبقى ستاند كانه واخد ايه الافكت بتاع الستان. اكسبلوسيف رين قال لك ان اي زومبي بيخشوا زي بورتال كده بيخشوا زي بعد كده وبينزلوا من فوق او من اي حاجه عموما بينزلوا ينفجروا على طول او ما يلمسوا الارض. فهنا الصراحه احنا هتبقى في حاجه ما بين الاثنين دول، بس انا اعتقد ان احنا هنستخدم دي طبعا لان دي بتعمل كذا حاجه، فهنستخدم اللي هي توبل دينجر. بركات الصفراء عندك هيست وعندك تارجتد وعندك سوبر ماسيف. الهيست قلنا بتقلل الكول داون، خلاص هي حتى العلامه بتاعتها باينه. التارجتد بيقول لك ايه؟ ان اي اللي هي بتاعت الاكسبلوسيف دي اللي بيقع من فوق لما هيقع هيقع على ايه؟ على انمي تاني، فالمفروض هينفجر وينفجر بيه. السوبر ماسيف بقى بيقول لك ان ده السنجولاريتي دي اللي هي الـ 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 البعد اللي بيتفتح ده هيبقى الريديس بتاعه اكبر وهيموت عدد اكبر من الانميز عموما من الزومبي يعني. فاحنا هنا لو هنقدر نستخدم حاجه من الاثنين دول، انا عن نفسي في البرك الزرقاء هستخدم التوبل دينجر، وفي الصفرة هستخدم اما تارجتد يا اما السوبر ماسيف. وانا عن نفسي الصراحه ممكن نستخدم السوبر ماسيف. طب يا شباب احنا كده دخلنا ان شاء الله في الفيلد ابجريدز. اول حاجه عندنا الانرجي ماين. الانرجي ماين عندك قلنا برضو الازرق وعندك الاصفر، سكاتر وتوريت وسكاتر وتوريت وكراوزل. دي بيقول لك السكاتر دي بتعمل ايه؟ الانرجي ماين بيبقى بيضرب زي ثلاثه، تمام، وكل واحده بتنفجر. التوريت بيعمل ايه؟ اللي بيقول لك بدل ما بيبقى زي ديتنيشن بدل ما بينفجر
بيبقى على شكل كأنه توريت كده، كأنه مدفع يعني، بيفضل يضرب ايه التارجتس اللي حواليه. اخر واحدة دي يا شباب بيقولك الثري انرجي ماينز بتوعك اللي بيضربوا دول بيبقوا طايرين حواليك وبينفجروا على اي انمي قريب منك. بركات الصفرة قالك فريكونسي بوست والاكسترا تشارج والسايرن. اكسترا تشارج يعني بدل ما يبقى معاك واحدة يبقى معاك اتنين. الفريكونسي بوست انكريز بيقولك ديتنيشن كاونت اند ديوريشن اوف انرجي ماين، بيزود معاك العدد الديتنيشن، عدد الانفجارات اللي هتتعمل والمده كمان بتاعتها. السايرن بقى بيقول لك ايه، ان ده بيبقى الانرجي ماين بيجذب زومبي اكتر من اللي حواليها بس المده قصيره جدا يعني. يبقى احنا هنا في الانرجي ماين ان شاء الله لو هنستخدم الفريكوانسي بوست، وهنستخدم ممكن يا اما السكاتر يا اما الاخيره دي، بس لا انا عن نفسي ممكن السكاتر الصراحه. الفرينزد جارد بقى يا شباب، عندك اول حاجه اسمها فالانكس وريتريبيوشن والفرينزي فاير، بعد كده في الاصفر عندك الريبير بوست وعندك اكستنشن وعندك رالي. دي يا شباب اول واحده بتعمل ايه، ان بيقول لك ان صحابك اللي معاك في التيم لو قريبين منك الارمرات بتاعتهم كمان ممكن ممكن تزيد لما بيقتلوا زومبي. تمام. تاني واحده بتعمل ايه، في اكسبلوجن، في انفجار بيحصل لما بتيجي تفعلها، واي انمي اي زومبي هيضربك ميلي هيضربك كده هياخد دامج وممكن كمان يتدوى. الفرينزي فاير ده يا شباب وانت مشغل الفرينزد جارد اللي بيحصل بتاخد الامو من الستوك. لو تفتكروا في كل دور دي زي بالظبط ال اسمها ايه دي الرينج اوف فاير، نفس الفكره كده، بدل ما تقعد تعمل ريلود ما بتعملش ريلود، انت بتضرب من الريزيرف بتاعك على طول من الامو اللي معاك زياده. الريبير بوست دي يا شباب كل ما تقتل زومبي درع من اللي عندك هيتصلح. الاكستنشن هتزود المده بتاعه الفرينزد جارد ان هي تفضل شغاله. الرالي دي بيقول لك لما اول ما تشغلها كل اصحابك اللي حواليك الارمر بتاعهم هيبقى فول. فانا عن نفسي لو هستخدم الريبير بوست وهستخدم الريتريبيوشن. الدارك فلير يا شباب قلنا ده في الشرح طبعا في بدايه الفيديو، قلنا ده بيعمل ايه، عندك الاكستنشن سوبر نوفا والدارك باك، عندك البرود بيم والهيفي شادو والاكسترا تشارج. الاكستنشن بتعمل ايه، بيقولك بيزود المده بتاعه الدارك فلير. السوبر نوفا شباب بيقولك ان البيم ده هيعمل دامج اكتر لاي زومبي حواليك طول ما هو في اي اتجاه هي رايحه فيه، وفي زي كوره كده او حاجه بتعمل الانفجار. الانفجار اللي بيحصل ده شباب بيحصل بيحصل في اخر المده بتاعه الدارك فلير دي اللي هي الفيلد ابجريد، هو بيخلص في انفجار بيحصل، فهتقدر ان انت تستفيد برضو ان انت تموت اكتر عدد ممكن حواليك. اخر حاجة الدارك باكت دي، البيم ده اللي طالع منك ممكن يهيل صحابك او يقومهم كمان يعمل لهم ريفايف. تمام. بس لازم يبقى البيم ده فيه، لازم يبقى متوجه عليه. البراد بيم دي يا شباب بتزود المدة والحجم بتاع الليزر او البيم اللي خارج منك ده. الهيفي شادو ده يا شباب بيعمل ايه، البيم بتاعك ده بيبطأ الانمي او ما بيلمسه. الاكسترا تشارج بتزود عدد التشارجز بتاعتك واحدة، يبقى معاك منها كذا واحدة. فاحنا هنا لو هنستخدم ان شاء الله هنستخدم ايه، يا هنستخدم السوبر نوفا يا اما الدارك باكت، وبالنسبة للاصفر هنستخدم يا اما البرود بيم يا اما الاكسترا تشارج. الهيلينج اورا طبعا عارفين بتعمل ايه، عندك ريزيلينس وعندك انديورينج ريديانس وعندك البريزيستنس والانر سترينث وعندك بروتكشن وعندك ستويك بريزنس. طيب بصوا يا شباب هنا بس عشان الموضوع ايه ما يبقاش معقد ومهم ما نطولهاش على بعض، هنا ممكن نستخدم ريزيستنس دي، بيقول لك لما تيجي تقوم حد من صحابك البركات اللي موجوده على الداون بار، وهو من الداون بيبقى فيه بار كده قدامك فيه بركات عليه، كل ما بالمده بتقل كل ما في بركات بتطير منك، اي برك موجوده هنا هتفضل موجوده مش هيخسر البركات بتاعته. بالنسبه للبركات الصفراء هنستخدم الستويك بريزنس دي يا جدعان، مهمه جدا جدا جدا، لما تيجي تريف تيجي تشغلها السبيشال او الاليت انيميز هيحصل لهم ستان، هيبقى كانهم خدوا افكت ستان، واي زومبي عادي هيبقى واخد نك على الارض بيبقى نايم على الارض كده. فاحنا كده هنستخدم ان شاء الله، قلنا هنستخدم البريزيستنس وهنستخدم الستويك بريزنس. اخر حاجه معانا شباب الايثر شراود، دي بتخليك تختفي وتقدر ان انت تتحرك بسرعه لان الزومبي بعيدوا عن المنطقه دي لمده معينه من الزمن، المده صغيره جدا بس بتديك فرصه انك تهرب. البركات الزرقاء والبركات الصفراء ان شاء الله معاك جروب شاود، معاك بيرست داش، معاك فويد، ومعاك انستنت ريلود، معاك اكسترا تشارج واكستنشن. دي
اي حد جنبك من صحابك هيبقى واخد نفس الافكت بتاعك. البرس داش دي يا شباب هتخليك تتحرك مسافه قصيره كده بسرعه، تمام؟ تموت كل الزومبي اللي في وشك هيموت. وعندك الفويد دي يا شباب بتعمل ايه؟ تخليك تتحول ل لما انت بتلعب بالميلي ويبن بتاعك وتعمل كلات بيه، تقدر انك تطول المده بتاعه الايثر شراود اللي انت فيها. وطبعا دي ممتازه، هي واللي فوقها ممتازين. انستنت ريلود دي طبعا واضحه من الكلام، السلاح اللي في ايدك بيتعمل له ريلود والاكسترا تشارج بما معاك واحده زياده منها، والديوريشن الاكستنشن دي المده بتاعتها بتزيد شويه. فاحنا هنا لو هنيجي نستخدم هنقول نستخدم ايه؟ يا اما الاكسترا تشارج او بتاعت الريلود دي، وطبعا طبعا هناخد يا اما البرس داش يا اما الفويد، انت بقى والبلاي ستايل اللي بتلعبه. طب يا شباب احنا كده خلصنا البركات والشرح بتاع البركات وشرح الفيلد ابجريدز والحاجات دي كلها. هنخش بقى دلوقتي على سريعا كده على الاسلحه. طبعا زي ما انتم شايفين مطلوب 2000 كريتيكال، كريتيكال يعني هيد شوتس ايا كان السلاح اللي في ايدك ايه، 2000 كريتيكال، تمام. طبعا اللانشرز والحاجات دي 2000 كل، مش طالب منك هيد شوت طبعا، 2000 كل بس. في اسلحه هنا طبعا عندنا رخمه جدا زي السنايبر الاخير، عندك السنايبر الاخير ده، وعندك البستول ده عشان لما بتيجي بتفعله بيتحول لسلاح بيبقى بينفجر كده، تمام، بيخليه ينفجر. طبعا دي ما بتبقاش حلوه، هتضطر ان انت سعادتك تخش الجيم غير ما تعمل له باك بانش علشان خاطر تقدر تعمل كلات تجيب كريتيكال، لانك مش هتعرف. السالفج بقى والحاجات اللي بتقع على الارض دي يفضل حضرتك تستخدمها عشان تفضل تعمل ابجريد للسلاح، لكن ما تعملوش باك بانش نهائي حتى لو هتفضل تخش وتدخل، لان انت عندك هنا تقدر، عندك هنا وانت بتخش جيم ممكن ستاندرد تخش سولو. السولو في امكانيه انك تخرج تسيف وتخرج وقت ما انت عايز، تمام. تلاقي بقى شباب اهو ادي يا شباب ال 2000 كل قلنا كريتيكال، بعدها يفتح لك سبيشال. كل بقى حاجه بلاقي حاجه دي مثلا بيقول لك عايز ديد واير، دي بيقول لك باراسايت اللي هي اشكال العنكبوت اللي جوه دي تموت منها مثلا 30، في بتبقى موجوده في تيرمينس، في حاجه تانية في ليبرتي على حسب الحاجه دي موجوده فين. بعد كده لما تخلص دول هتخش على الجولد. الجولد مطلوب منك ايه؟ تعمل 10 كلات بسرعه ورا بعض 15 مره. لما تخلص الكاتيجوري كله بتاع الاي ار تخلصه جولد مثلا هتفتح لك ايه؟ الاوبال. الاوبال ده زي الدايموند كده في المالتي. مطلوب منك تعمل ايه؟ بيقول لك 30 سبيشال زومبي اليمينيشن، يعني بقى مانجلر بقى اي حاجه، اي سبيشال زومبي المفروض تموت منه 30. لما تخلص ال 33 سلاح اوبال، تخلص الاوبال كله هتخش على الافتر لايف. وانا بالنسبه لي يا شباب يعني ده من احلى الكاموس الصراحه في اللعبه، شكله جميل جدا. يعني الافتر لايف ده مطلوب منك تعمل ايه؟ قال لك 20 او مور كونسيكوتيف كيلز 10 مرات ورا بعض، ودي يا شباب مش محتاجه خالص، يعني دي اي حد بيلعب زومبي هيعرف يعملها. 20 كيل ورا بعض كونسيكوتيف، دي يعني ورا بعض مباشر. شوف بقى ايه السطح مثلا اللي في ليبرتي فول ولا اي حاجه، المهم ان انت تخلي الزومبي يبقى مستكين كده ورا بعض وتضرب بقى تموت كله ورا بعض. بعد كده شباب النيبلا اللي هو اخر حاجه 10 اليت زومبي، دول اللي هم ايه؟ ال 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 الابومينيشن. الابومينيشن هو ده الاليت. فطبعا مطلوب منك 10 عشان تفتح النبل على السلاح لما تخلص طبعا ال 33 سلاح افتر لايف. والافتر لايف ده اعتقد مش هيبقى فيه اسهل منه، مفيش اسهل منه، ده ورا بعد كده يا باشا تخلص الاسلحه كلها. بس ده كده كان الشرح عن الزومبي يا شباب بكل حاجه، كل حاجه فيه ان شاء الله باذن الله. بحاول اعمل تغطيه على قد ما اقدر للموضوع، معلش على التأخير، بس طبعا انتوا فاهمين يا شباب ان بيبقى فيه حاجات بيتعمل لها باتش، حاجات بتتعدل، فانا مش عايز ابص الاقي نفسي عملت التعديلات وعملت الحاجات دي كلها ولبستها على الفاضي، فلا ما انا مش حابب كده الصراحه. فده كده يا شباب الشرح بمنتهى البساطه. اتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.